خلال مداخلة مرئية في برنامج خاص بثه تلفزيون البحرين حول سياسات قطر المعادية لمملكة البحرين، أكد سعادة السيد فؤاد حاجي عضو مجلس الشورى أن ما تتمتع به مملكة البحرين من حرية لممارسة الشعائر الدينية وبدعم سخي من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يفتقر له أبناء قطر والمقيمون على أرض قطر. لقناة الجزيرة بما تقوم به من لو نشر المعلومات المغلوطة والإساءة إلى دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والدول الصديقة والتدخل في شؤونها الداخلية، ما هو الابتعاد أو مخالفة كل ضوابط وأخلاقيات العمل الإعلامي والمهني، ما هو إلا للتستر على واقعها المريب والمتدني في الحياة السياسية والحقوقية والإنسانية في قطر. فقناة الجزيرة في تقرير مسيء إلى شعب البحرين كامل بكافة الطوائف، يعني أبدت يعني نشر أكاذيب عن الطائفة الشيعية والممارسات اللي هي في البحرين. احنا من خلال يعني انا قلت لك كعضو لمدة الحين قرابة 40 عام في هذه الأيام، واعرف حجم الدعم اللي تقدمه حكومة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى هذه الشعائر وهذه المواكب العزائية والممارسات. احنا ردينا بكل صحف البحرين بتقرير مفصل ذكرنا فيه عدد المآتم النساء والرجال، 1400 مآتم على مستوى محافظات البحرين، وذكرنا لهم ان في احنا عطلة رسمية يوم 9 و10 والدعم اللي قدمه سيدي جلالة الملك إلى المواكب وإلى المسيرات العزائية، وهذا مو غريب عليه، يعني متحكمه وآل خليفة البحرين وهذه الشعائر والممارسات محمية بهم آل خليفة الكرام في الوقت اللي ما يستطيع أي شخص في الدوحة في محرم يطلع حامل علم لو علم قطر ما يقدر.